ملاك نايم وسط الزبالة. في كده في كده، وايه دي؟ ايه دي؟ حد ينام يخرب بيت عقلك؟ ايه ده؟ كنت شايفين منوم اللي بتنيمه؟ هو نايم حضرتك كده ليه؟ وايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا بابا ده؟ هو كل يوم كده سجاير وشاي على الريق؟ انت بتشرب سجاير كمان؟ لا مش انا دلوقتي، سيد. سيد مين؟ سيد سيكا صاحبي. لو سيد سيكا صاحبك بيشرب سجاير بره ويطفيها في بيتي؟ اصل البيت عندهم ضيق. انت بتهزر؟ لا لا بتهزر يا هاني، انت تعبتني. قوم قوم من وسط المزارع اللي انت عايش فيها دي. طيب حاضر. قوم. طب يا بابا حاضر وانت قاعد قوم. طب اثبت يا بابا. اثبت ليه؟ عشان احط دول هنا في الكوبايه. امال ارميهم في الارض؟ لا ارميهم في البتاع اللي بنشرب فيها. يا معفن يا معفن، حرام عليك. وايه دي؟ جزمتي. ما انا عارف انها جزمتك، وانا قلت شكتتك واخدها في حضنك. ليه؟ ليه؟ ارحمني ارحمني. يلا اتفضل قوم اتفضل قوم. بابا بقعد ادور عليها الصبح دي كتير. طيب اهي مش على السرير. اتفضل قوم قوم. طيب خمس دقايق خمس دقايق اخطف حلم سريع وارجع. ترجع لي فين يا ولد انت؟ انا هفضل واقف لك لغايه ما ترجع لي. قوم. طب اهو اهو قوم. قامت قيادتك. ما انت كده يا اخويا، يا مضروب يا مرفوض يا نايم يا في الحمام. طب هو الحمام فاضي بقى ولا اتصرف انا هنا في اي درج؟ لا انت بتتصرف في الادراج. امال اتصرف في البلكونه؟ والله البلكونة أرحب في الهوا، إنما في الإدراك في الكتمة الله يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل. طيب. الحمام فاضي. طيب. خلصنا المية. طيب. يلا بسرعة. طيب في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا أخوي الصبح كده. ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراد دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ليه ده العيش بايت ليه كده؟ ده فول ده عيش ماشي، جبنه مربى يخلص على طول. ما تقعد تاكل زي البني ادمين يا اخي. يا بابا عادي، ما في بني ادمين بيفطروا هم واقفين عادي. يا سلام، وانت عندك رد على كل كلام؟ تسيبك منه بابا، ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كل كده طيب. تعال الحمد لله. ما تقفل باب زي البني ادمين يعني انت؟ ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله طب ما فيش مقلي بقى؟ امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده؟ يو يا سارة عليكي. ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعه عماله تقولي ثانيه واحده. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسود السجاير. نزل من بدري. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى الصواني كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه؟ هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي. كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شرير. هاي شيرين، ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم، انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خيرت بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره ثانيه. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ ما كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش.
استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه فاكر نفسك بتشتغل في خوريا. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. انا جاي اطمن عليك. اخبارك ايه؟ ايه بقى؟ ممكن اقعد معاك شويه؟ لا. ماشي ميرسي شكرا. انا كنت متاكد انك مش هتمانع برضه. ممكن العب معاك؟ لا انا بحب العب لوحدي. طب خد بالك من الجاي ورا ده. بص في واحد جاي من ورا اهو. دوس اكس دوس اكس. دوس ادي بطرف اهو. بص لا بص اللعبه دي بقى اللعبه دي ما تتلعبش كده. بص يلا هات ماتش جديد بقى. مش عايز ماتش جديد. يبقى انت خايف لا تتغلب. طب ايه رايك لو غلبتني انا ممكن اديك دي. ماشي. طيب ولو انا غلبتك اخد ايه؟ دي. دي انت كنت بتحلق ولا ايه؟ اعمل بيها ايه دي؟ ماشي مفيش مانع. تلعب تاني ولا ايه؟ ماشي ده انا هقشطك. يا حبيبي خلاص انا قربت من النادي اهو. لا معلش ما مش هينفع اجي بقى. لا اصل لازم انزل الشركه حالا دلوقتي. طب هتخلص امتى؟ لا مش عارف. لا بس اكيد مش دلوقتي خالص. طب انت هتعملي ايه دلوقتي؟ هتروحي ولا تروحي النادي؟ لا هروح. باي باي. يا ساتر نفسي ابويا بطل العصبيه اللي هو فيها دي. تصدق بابايا برضو عصبي قوي ولو عارف ان انا هنا هيزعق لي جامد موت. يا نهار اسود هيزعق لك موت؟ لا انا ابويا مش للدرجه دي يعني. ده لو ابويا عارف ان انا وانت هنا لوحدينا هيجي جري. بس انت حمار في الكوره على فكره. وانت جزمه في العربيات. قوم قوم بقى سيبني انا عايز اقعد لوحدي شويه. انت قلت انت زعلان عشان اتغلبت؟ ما تقولش اتغلبت. ما عندكش حاجه طيب لماجينزر ولا لسلو وايت؟ عنديش. طب هات هدومي هات هدومي هات هدومي ونضارتي هتشوف ايه؟ مين الكلب اللي مصور معاك في الصورة ده؟ أخوك؟ لا ده كلبي. ده بلدي طبعا. لا ده لابرادور. أجنبي يعني؟ وبيدرس بره ولا إيه؟ لا بابا ضربه بالنار. ليه؟ سرق حاجة؟ لا كان عيان. يا نهار أسود هو اللي بيعي عندكوا هنا بتضربوه بالنار؟ ما بحبش حد يتطرق على الكلب بتاعي. إيه ده؟ طيب هو الكلب ده يعني سيادته كان اسمه ايه؟ كيتوس. كيتوس؟ يا راجل ده بره كان متقتل. ربنا يسامحك. عمر ممكن اسالك سؤال طيب؟ هو انت ما عندكش اصحاب؟ واضح ان انت ما كانش ليك حد غير الكلب ده. طيب ايه ده؟ عمر انت بتعيط؟ ها؟ ايه ده؟ طب انا اسف ما هو انا ما اقصدش ان انا ازعلك يعني انا اسف. انا لو اعرف الموضوع كان هيضايقك كده والمصحف الشريف ما كنت اتريقت عليه يعني او كده. وبعدين يا سيدي اعتبرني من النهارده زي كيتوس ده بالظبط. لا طبعا. لا طبعا. للدرجه دي انا حقير؟ طب خلاص يعني جايز يكون الكلب افضل مني في حاجه ولكن خلينا نبتدي صفحه جديده من على السرير ده ونبقى اصحاب. انا اسف. حطني بقى عشان اتاكد انك مش زعلان. المجموعه الثانيه جت بعد اذنك. كنت متاكد ان انت هترجعي لي. يا شيخ اوعى. واضح ان السلم ده بيطلع لتحت. اول ما خيرت بيجي هقول له على فكره. هاي زكي اهلا. ايه
مالك؟ حد من الولاد مضايقك؟ لا لا لا، ده انت مخلف ملايكة ما شاء الله. مالك شكلك موجوع كده، في ايه؟ لا مفيش، ده الخط الاحمر ده اصله ماسك شويه في القميص. مفيش حاجه، مفيش حاجه. امال شيرين وعمر فين؟ عمر في اوضته، وشيرين ما خرجتش طول النهار النهارده الحقيقه، ما شاء الله عليها يعني. ما رضيتش اقول له. ها ماشي، ده في حاجات كتير لازم تتغير. في حاجات كتير قوي بتوجعني. زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيله وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذة انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفلل. وطوبه مش عاديه، دي طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقول الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانية واحدة. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنة وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكاية دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتمسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. اعترضني من اسمي؟ ده انت كده، وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه اهربك بالاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من ناحيه الطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم ايه مالك؟ انا ما عارفين. بقول لك اي الم انت كده هتروشنا يا عم سالم. انت جاي مضروب خلقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينه. ايه ده؟ هي جريمه قتل. اجري انا اجري، مش عاوز العالم المخدرات وعالم النيله. سألت ايه؟ هنزل سكينه الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفته بينط من برجوله عمر. حرامي؟ انتوا متاكدين؟ انا شفت بعينيا. شيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعه صوتكم عالي؟ خير؟ في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق ابلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب الطبنجه بتاعتي. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال اللي اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعه يا زكي. زكي ايوان الحق يا زكي. ايوان اطلع بسرعه، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه ايه ايه؟ في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندا. شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيب. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس قلنا الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. حرامي أوعى يا العرس، أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا؟ ده يعني ما شاء الله عليك. وأنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضو هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرضش نفسك مخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه غلط عندك. غلط عندي؟ تزرفني؟ تزرفني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود، بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيبني بجرام بروبلام كاسك اليا. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور لا يكون فيوز ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة بومي. ايه يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الربطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا يالا؟ انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك. عارفه؟
لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو فطمني على كل حاجه يعني. هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو، وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابويا. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحش. بص هو انت مربوط كده؟ اه عادي. اه ماشي. كوبايه زلومتك يلا. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه، رحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم، ايه ده؟ انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم؟ مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل، جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700. يا في 200، يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي. اضرب كمان، اقفلهم لباكو باكو. اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وقف لي. دي كده خساره. خساره؟ قصدي خساره في الضرب. ولو كفايه هو مال سايب. خلاص انا هوديه الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجه. ها انا مكتفولك 600 حته اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبه، اتنطط. يلا يا اخويا يلا. برافو عليك والله يا زكي، انا فخور بيك ومش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كان زماننا مسروقين ولا مدبوحين. عموما بكره اعدي عليك في المكتب. يلا ننام.